شهد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد 20 والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة. وناقش وزير الدفاع مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع ضخم يحوي ذخيرة لمدافع هافتزر الأمريكية في دونستيك بإقليم دونباس، فضلاً عن إسقاط مقاتلة أوكرانية مانتراز ميك 29. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الطيران الحربي استهدف موقعين للقيادة الأوكرانية و80 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية وتعطيل 31 قطعة من المعدات العسكرية. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية. وقالت المسؤولة الأوروبية إن تلك الخطوة ستساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية كونها تسعى لنقل النفط للسوق العالمية بدلا من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كشف تحقيق أجرته وكالة أسوسييتد بريس الأمريكية أن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة مصدرها بندقية إسرائيلية. واستند التحقيق إلى مقاطع فيديو تم التقاطها خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين في 11 من مايو تحدد بدقة مكان الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مكان الفلسطينيين والمراسلين ومن بينهم أبو عقلة. كما أكد التحقيق أيضاً أنه لا يوجد دليل مرئي على وجود مسلحين فلسطينيين بالقرب من الشهيدة. أفاد مصدر أمني عراقي بأن طائرة مسيرة بمحيط قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولية. وقال المصدر إن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث. استهلت البورصة المحلية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت يوم أمس على صعود وارتفع 22%. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0.12%، فيما ارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 0.11%.